بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدونا الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ست البيت. وست البيت اليوم نلتقيكم من منطقة شنبات العريقة، تحديدا نحن الآن في شنبات الشمالية مربع 8. اليوم نحن في منزل الأستاذة خولة حسن خليفة. أستاذة خولة اليوم حتشرفنا كثير، ومعاها كمان الأستاذة إخلاص حسن خليفة ومونة كرم الله. حبابكم كثير، واليوم موضوعنا عن آثار التكنولوجيا أو تأثيرات التكنولوجيا على حياتنا وعلى سلوكنا اليومي. أهلا بك كثير أستاذة خولة. مرحبا بكم. مساء النور عليك. مرحبا بكم أستاذة ندى، وكل سنة وانت طيبة. تبقى الخير. مرحبا بكم في قناة طيبة، وشرفتونا كثير. يعني نحن الحمد لله على استضافتكم لينا، نشكركم. تسلمي كثير. شكر كثير. تسلمي. لأنكم احنا كمان شاكرين لكم كثير اليوم معاكم في منطقة شنبات الشمالية. واليوم موضوعنا عن التكنولوجيا بشكل عام وتأثيراتها في حياتنا العامة، سواء كان عبر وسائل التواصل أو حتى الكهرباء اللي بننعم بها الحمد لله، وفي التجارة تأثيراتها، في التجارة تأثيراتها، في الطب تأثيراتها، في مجالات العملية المختلفة. في السابق كان الناس بيعانوا كثير جدا، والحديث كله كان مقارنات زمان ما بين الأمس وما بين اليوم، وكيف التكنولوجيا يعني أحدثت أثر كبير جدا في حياتنا، في حياة الفرد تحديدا. أستاذة خولة، ونسبة لوجودي في مجال الحقل الطبي وفي عالم الإحصاء، وبيتطلب أكيد كثير من البيانات والإحصاءات والأرقام والأسماء، كثير من البيانات. نتكلم عن امبارح وما بين اليوم، مقارنات يعني قبل العالم التكنولوجيا وقبل الإنترنت. والله يعني في فرق كثير طبعا بين الأمس والحاضر. طبعا زمان كنا بنعاني شديد، يعني بنسجل بيدينا وبنكتب وبنعاني، لكن هسه الحمد لله دخلت العولمة دي ريحتنا راحة كثيرة. زمان كان الشغل بيتطلب منك مجهود أكبر وزمن أكثر. فعلا زمان أنا بكتب يعني باخد مني زمن طويل، لكن هسه يعني الزمن ده اختصر. يعني البكان بعمله في ساعة، هسه ممكن أعمله في ربع ساعة. يعني دخل عالم الكمبيوتر، يعني دخلنا الكمبيوتر ده ريحنا راحة شديدة. المعلومة بقت تجي طوال داخلة في الكمبيوتر براحة ما بعدها. يعني والحمد لله يعني العولمة دي دخلت نفعتنا والله شديد. يعني المعلومة زمان احنا بنجيبها من الطبيب ونجي نبحث ونترجمها ونجيبها، لكن هسه الحمد لله بتجينا جاهزة داخلة في الكمبيوتر. انا ممكن هسه انا بعمل التقارير بعملها دي، زمان كنت بكتبها بيدي باخد مني جهد من 6 نسخ. هسه انا بكتبها بنسخ. انت نسخ زمان كانت بيدك كلها بتكتبيها بيدنا. زمان كان بنعملها بيدنا 6 صفحات. هسه من دي انا اكتبها في ورقه واحده وندخلها الكمبيوتر، ممكن ال6 ورقات دي تطلع في ثواني. بتعمل لي التقرير زمان بمشي عاني، انا بمشي اوديه، لكن هسه الحمد لله دخلت العولمه دي. سلمي باليد زمان. زمان بنسلم باليد. الشبكه عبر الشبكه في مكاني. ايوه بنبدا عبر الشبكه دي، يعني ريحتنا راحه كامله. يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. استاذ اخلاص برضو عندها تجربه في المجال دي، وبرضو قبل الهوا كانت بتحكي بانه كانت في صعوبه. يعني ايوه، وانا ما كان اشتغلت معاهم زي 9 سنة كده حتى رحت السعوديه. نعم. اشتغلت معاهم، لما كان اشتغلنا انا اول واحده دخلت عالم الكمبيوتر. انا اتعلمت الكمبيوتر بدري. ايوه اتعلمته، دخلت اشتغلت معاهم زي 2 شهر طوال، دخلوني كورس بتاع الكمبيوتر. انا جبت لهم الكمبيوتر. جميل. يعني كانت المعلومات بدل ما تتكتب. انا بدخلها لهم كنت الكيبورد كانت بكل سهوله. فكانت بقت بكل سهوله يعني. لكن اول مره انا ما جربت الفترات على 2 شهر كده اشتغلت معاهم. طبعا حاجه بسيطه اشتغلت معاهم شغل ده. لكن ثاني جيت الكمبيوتر بقيت اشتغل لهم بالكمبيوتر. انا الوحيده كنت اشغل الكمبيوتر، كان في كمبيوتر واحد كنت جايبينه لي انا، لانه درسوني انا. فبقيت اشتغل معاهم بالكمبيوتر. جميل. اي معلومه بدخل لهم السيستم، تخش السيستم طوال. فسهلت الحكايه دي كثير يعني. اكيد هو عنده ايجابيات كثيره جدا. أيوة. يعني عالم التكنولوجيا وعنده سلبيات. والناس لما تتكلم الليله بتتكلم دائما عن بتركز على الايجابيات اكثر من السلبيات حقيقه. وكثير من الناس يعني استخدامات يعني مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات بين الناس، اصبح من السهوله ما كان انك تتكلم مع زول يعني في اخر الدنيا، ممكن يكون في الولايات المتحده الامريكيه، في اي دوله عربيه، في اي مكان، بالتلفون. زمان الناس بتنتظر الجواب ده لحد ما يجي، ياخذ شهر مرات مع المغترب الجاي.
فالان اصبحت سهوله في التواصل، بقت في سهوله في التواصل في الحاجات اللي نزلت الجديده دي، برنامج الايمو، برنامج الواتس، برنامج الفيس، يعني اي معلومه بقيت تصل لها توصيلها او تصل لها بقت بكل سهوله بتصل للزول. حتى في وسائل المواصلات بقى في برامج ترحال، برامج يعني ريحوا الناس شديد، التطبيقات اللي نزلت دي ريحت الناس في البرامج، انه ممكن تكون انت قاعده في مكانك وتصلك حياتك وتصلي وتمشي وكله بوسائل الحديثة اللي بقت صحيح بمواقع التواصل اصبحت صحيح متوفره. خوله برضه يعني سلبيات كثيره من جوانب دي، جوانب عالم الاتصالات، واللي اصبحوا الناس يتواصلوا بس عبر التلفون. زمان الناس كانت في حميه شديده، الزول يعني بيجي من شغله وبيجهز العصر بيمشي عشان يزور خالته الواحده تزور عمتها، في تواصل بين الناس وحميميه شديده. الليله استجدت طبعا زمان من انت وجهه نظرك زمان، انا وجهه نظري يعني زمان في حنيه. مثلا هسه انا امشي ناس خالتي زمان بتواصل. الزمن هسه بقى ما عندي زمن عشان امشي، لكن ممكن اتصل عليهم بالموبايل. ايوه اسلم عليهم واشوف احوالهم، يعني حاجات يعني بقت يعني كويسه يعني. الحمد لله، بدل انا ما عندي زمن اقدر اصل خالتي او اصل ناس حبوبتي بالتليفون، انا ممكن عبر التليفون ازعل عنهم واشوف احوالهم. لكن هل التليفون ده خلاص بيقضي الغرض؟ لا لا الواجب كله؟ والله ما بقضي طوال كل الواجب. النصيحه فيه سلبيات وفي ايجابيات. يعني هسه احنا الموبايل ده خلانا كل ما انا واصله هنا. هسه انتم ما شاء الله في شنبات هنا يعني، ومعروفه يعني شنبات من المنطقه العريقه يعني في بحري سهل. والناس اهل وبيسكنوا في حيشان وقريبين من بعض ومتحانين شديد حنيه شديده. بتحسي انه حصلت فجوه بعد ثوره الاتصالات دي فعلا دي. زمان طوال بمشي دقيقه، انا سبق ما عندي زمن. يعني زمان ما عندي زمن، ولا بقت الحكايه سهله بالتليفون؟ بقت سهله بالتليفون. هسه انا ممكن جارتي بالتليفون ازعل عنها وانا قاعده في بيتي. لكن زمان بضطر انه لازم امشي عشان افقد جاري ده اشوفه بعد يومين بعد ثلاثة يوم. لكن هسه بقى تتم ثلاثة يوم مرات جاري ده انا ما اشوفه. لانه الزول من عملك تجي داخل البيت شغلت البيت يعني بتاخذ منك زمن. لكن هسه بقى بالموبايل ممكن اعرف احواله. لكن زمان بعمل الصعوبه باي طريقه عشان اجي اخش اشوف جاري او اشوف اهلي. جفوه كده بين الناس يعني. ايوه حصلت. يمكن اكثر الفئات المستفيده من المساله دي الناس يعني البعيدين. الناس خلاص ديل يعني مغتربين. أيوة. مستفيدين من شديد تحت مستفيدين شديد والله. متواصلين يعني مع ناس البلدين. احنا زي كاننا قاعدين معاهم. احنا زي كاننا قاعدين معاهم. انا شخصيا طبعا في السعوديه في الرياض. انا ما بقدر اشوفها كل يوم. لكن اسعى عبر الواتساب والايمو ممكن اشوفها شخصيا. صحيح يومي تفتح الكاميرا ويفتح معاكي. والله مرات في اليوم تضربي 10 مرات. يلا ما انا عارف احوال الحاصل عليها شيء. مرات في اليوم انا اضرب لها مرتين. هي قالت 10 والله مرات 10 10 في حاله تكون عيانه وحصل لها حاجه. يعني بقوم بتفقدها طوالي عشان احنا اساسا بس اثنين. شرب نفسكم اخلاص. يعني المجاملات الكثيره في الحي هنا والناس اهل، وبرضه الناس متفرقين من بعض. كمان اكيد طلعوا منكم لاحياء ثاني في الخرطوم. حريصه انك تتواصلي معهم بوسائل التواصل الاجتماعي دي؟ والله حريصه يعني انا والله حريصه. يعني هسه بعد الاول لما اجي بيكون في بكيات طبعا. الصحافه، ابو ادم، اركوي، قد الرشاب. يعني بصراحه الايجار حق العربات تلاقي دي تلاقي شديده. باجي من جد يعني اللي ما تقوله بالذات. لكن ثاني بصراحه يعني ما قاعد امشي. خلاص انت جيتي في بيكا بمشي. الواجب بالتليفون. ايوه لما اجي في بيكا. انت من السعوديه هناك بتتصل بالتليفون. ايوه طوال هسه توفى زوجي طوالت دي. بعزيهم باليمو بالكاميرا. يعني زي كاني موجوده معاهم. كانك موجوده في لحظه. زمان ما كانت الحاجات دي بصراحه يعني. يعني كان من الصعوبه كان بس في تليفون ثابت، ما كان في موبايلات. صحيح. الموبايلات دي هسه جات هسه حاليا بعد 2004. يعني الايمو والحاجات دي. كان عندنا طبعا كان عندنا السكاي بي والهناي في الكمبيوتر. صحيح. لكن ناس الواتساب وناس الايمو والفيسبوك ده بعد 2004. انت شايفه انه المساله دي هي ايجابيه بالنسبه لكم انتم كمغتربين؟ لا ايجابيه بالنسبه لنا والله. من الدرجه الاولى. اي والله. لكن الناس اللي قاعدين في الاحياء الصغيره والاهل والقرايب بالنسبه لهم فيها بعض السلبيات. بالذات في زول عيان يعني يكون في زول عيان بصراحه. انا مرات بتصل فيهم 5 مرات 6 مرات. ايوه. ولازم اشغل الكاميرا عشان اشوف الزول العيان. تشوفي العيان. يعني طوال على طول. يعني الحكايه دي بالمناسبه ريحتنا شديد والله. ويعني دخلت في الطمانينه في قريبنا يعني. الحمد لله. اي والله. لكن برضه ان شاء الله ما تطول من سنوات غربتكم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. منو يعني؟ احنا زمان بنجي نحن. ايوه. بعد 5 سنة و6 سنة.
الان بعد حاليا بقيت اجي كل شهرين كل شهرين كل شهرين بقي ناطره بالرغم من التواصل المستمر طول اليوم. والله طوال بقيت اجي كل شهرين بقي ناطره منه. وكثير برضه من الناس بيقولوا انه يعني حتى في افراد الاسره الواحده ما بيحتاج مثلا لتواصل عبر التطبيقات او عبر المواقع دي، لكن مرات يعني اخوك واختي يكون قاعد في الغرفه الثانيه انت ممكن تتكلمي معاه عبر بجداي طبيعي كده. عبر الواتساب يعني يقول لك تعال وانا دايره تعال حتى ما بكورك ليك بيقول لك بيكون ماسك الواتساب ده بيرسل لك بيقول لك تعال او بيتصل عليك بيقول لك انزل امارجين كده ببرمج معاك اي حاجه عايز يعملها هو داخل البيت برضه بوسائل الاتصال دي. ما بتشوفين مشكله يعني بالنسبه لكم؟ والله هي طبعا ما في مشكله في انه مثلا انه شنو هم بيقوم زي اختصارا للوقت او للحاجه او سرعه للحاجه بيجت شنو بيستخدموا الوسيله دي يعني. لكن التخاطب المباشر بين افراد الاسره مهم شديد اكيد طبعا، خاصه لو كان في اطفال كمان في البيت. ليه؟ لانه هم بيشوفوا لغه التخاطب بين الكبار شكلها كيف بيمشوا عليها، بعدين بيشوفوا ذاته الطريقه بتاعت الكلام الزول الكبير الاخوان في البيت البيت مع امه وابوه، فبالتالي هم بيتعلموا من يلا ما استي عشان كده بيقول الاطفال والجيل القايم كله بيقى على البرنامج الوسائل الاتصال ده بتحسبهم انه بيقى في اطفال عندهم التوحد وعندهم ليه لانه بيقى اي حاجه استخدامها بشنو بالوسائل الحديثه دي. صحيح ما مدينا الطفل زي اول زي بدايات نحن لما قمنا نسمع كده حتى في اسلوبهم في كلامهم كله بيقى بوسائل التعليم. صحيح يعني صحيح. بالوسائل الحديثه دي بقت كلهم حتى الطفل عايز يلعب يعني. بيقول لك عايز الايباد عشان اقعد العب فيه. صحيح او بيشيل تليفونك انت عشان بيشيل التليفون عشان انا عايز اللعبه الموجوده فيه ويخش الفيس ويعمل اي يعني بيأثر الاطفال الجيل القايم ده كله بيستخدم وسائل التواصل. لكن تتفقي معي انه خلقت عزله بالنسبه للاطفال خاصه كثير. يعني الطفل بيكون شايل التليفون وقاعد بعيد ما بيتكلم ما بيتخاطب مع افراد الاسره. ليه؟ لانه هو مدمج في حاجه. ايوه صحيح صحيح في لعبه او في داخل في الهناية يعني حتى انت لما تناديه بيقول لك دقيقه خلص الحاجه. صحيح دقيقه يا ماما انا عندي لعبه عندي دي اخلصها ودي يمكن دي من السلبيات نحسبها من السلبيات. صحيح وهو اذا شاف الناس الكبار بالمناسبه بيتعاملوا تعامل مباشر فيما بيناتهم هو ممكن يكون عنده وقت للالعاب دي ووقت ثاني عشان ما يتعلم حاجات ثانيه. يلا يا سيحي الكبار ذاتنا بيجي اليوم كل الواحد في التليفون وفي الواتساب بيسال تخش على ده تلقيه مندمجه وهو ذاته بكل شيء على التليفون. دي مسؤوليتكم انتم طبعا كامهات يعني في انه الواحده يكون عندها زمن لاطفالها وزمن لازم. وزمن لمواقع التواصل لاصدقائها. عندهم حاسم عندهم خلاص احنا بنتواصل اكيد معاكم وحاسين المساوي دي كلها حنذكر جانب كبير منها ان شاء الله في حلقتنا اليوم متواصلين معاكم مع كل مشاهدي حلقتنا اليوم من ست البيت نبض البيت. انتظرونا عقب هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد كل مشاهدي ومتابعي برنامج ست البيت، ما زلنا بنتواصل معاكم من شنبات الشماليه وفي منزل الاستاذه خوله حسن خليفه. واستاذه خوله يمكن تكلمنا عن جوانب كثيره فيما يخص يعني التكنولوجيا واثرها على حياه الفرد في المستشفيات. كمان التكنولوجيا دخلت بقوه في الحقل الطبي بشكل عام وانقذت ارواح كثيره في العمليات الجراحية في صور الأشعة في فحوصات في كل حاجة بنلقى التكنولوجيا هي موجودة. والعالم في كل يوم عنده اختراع جديد خاصة في مجال الطب. فأنتوا في المستشفيات الآن التعامل مع الطبيب هل بيتم عبر الشبكة عبر الكمبيوترات ولا بيكون مباشر خاصة إنه قسم الإحصاء من الأقسام المهمة والاستراتيجية في المستشفى؟ والله نحن اساسا يعني لسه ما دخلنا في المخاطبه مع الطبيب طوالي. نحن بناخذ المعلومه طبعا بيجينا المريض بتخش عن طريق الحوادث. صحيح بنسجل المعلومه اسمه عمره محل سكنه وبنديه كرت بخش للطبيب. بعد خش للطبيب يخش بيحكي الحاصل عليه شنو. اذا حالته بتستدعي انه يرقد بدوه إغامة طويلة. أيوة. وإذا حالته إنه ما بتستدعي هنا بدوه علاجات وبيطلع بيمشي لأهله إذا حالته يعني كويسة. أيوة. إذا حالته ما كويسة طبعا بيرقده بياخد 24 ساعة في الحوادث. بعد ال 24 ساعة دي إذا تحسنت حالته بيمرق إذا ما تحسنت حالته بيدخلوا جوا. البيانات دي إغامة طويلة موجودة في الكمبيوتر في الشبكة؟ لا بتكون عندنا نحن معلومات بنكتبها نحن بيدنا. اها وبتخش الكمبيوتر بتخش الكمبيوتر عبرنا نحن عبركم أنتوا عبر أيوة مكتب الإحصاء. أيوة عبر مكتب الإحصاء. إذا في مرجعية لأي قسم في المستشفى البيانات بيجي الكمبيوتر يلقى المعلومة أيوة موجودة. يلقاها موجودة. جميل. وفي ما يتعلق يعني بالعمليات الجراحية الكبيرة خشت التكنولوجيا كلها خشنا كلها مخششة حتى لو دخل الإغامة الطويلة دي مثلا زول عنده عملية
طلعوا لي اقامه طويله، هي بقول لونج ستي شورت ستي، الشورت ستي دي اقامه صغيره. ايوه. واللونج ستي دي عندنا اقامه طويله، الاقامه الطويله دي بيعملوا له ملف. اذا حد بتدعي انه يقعد اكثر من 24 ساعه بدهم يكتبون بيعملوا له ملف، الملف ده فيه اسمه وعمره وتاريخ دخوله وسكنه وين ورقم موبايله، ناخذ كل المعلومات وندي كرت المرافق. بعد ذلك بخش العنبر، العنبر هناك بيستقبله، بيجي الطبيب اذا عنده عمليه بيحددوا عماد العمليه بتدعم العمليه، اذا عنده علاج بدي علاجاته، بعد ما ينتهي علاج الملف ده ثاني بيجي نراجع، بعد ما يخرج بنجي ناخذ المعلومه نحن المعلومه دي بنعمل منها احصائيه، بنعمل بناخذ منها بنستفيد منها في التقارير. ايوه. احنا بقينا نصنف التقر، عنده ميلاريا، عنده زايده، عنده فتاة، وده كله بيخش كله بيخش بعمل الفني بتاع الاحصاء عبر الانترنت، عبر الشبكه العقاريه، بحيث انه تكون مرجعيه بالنسبه للطبيب، بالنسبه لاي زول عايز معلومه هي بتكون موجوده. ونحن بنتمنى انه كمان يعني كل المستشفيات في السودان تكون يعني مواكبه للتكنولوجيا، وكمان يعني يحصل فيها تسارع اكثر من اللي احنا شايفينه. الحمد لله رب العالمين، يعني العولمة دخلت يعني انقذتنا كثير. يعني هسه المعلومة دي زمان انقذت المريض، انقذت الطبيب، انقذت المريض، وانقذت المرافق، صحيح، وانقذتني انا ذاتي الفنية بتاعت الاحصاء. صحيح. يعني هسه انا لما نعمل التقرير بخش عبر الكمبيوتر، جايني باحث، يعني بيجونا دكاترة بيعملوا بحوث. لما يجي ولادي اعمل بحثي في الحاجه الفلانيه دي طوالي من عبر الكمبيوتر، انا بدي تدي البيانات بتاعتك المطلوبه، كل المعلومات بتكون داخل الكمبيوتر. زمان احنا لنا نفتش من الدفاتر، لكن لسه طبعا دخلت العولمه دي بالكمبيوتر. وبالرغم من يعني سهوله المساله دي في 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 سواء كان في المستشفيات او في اي مجال ثاني، برضه بنلقى في الامراض زادت. يعني حسي الناس في البيوت، زمان قبل التكنولوجيا وقبل ما تتوفر كل الادوات الكهربائيه الموجوده في البيوت، مثلا الغساله، الخلاط، المكيف، حاجات كثيره الليله دخلت في بيوتنا كلها تستخدم عبر الكهرباء. ايوه. دي زمان ما كانت موجوده، والناس كانوا بيبذلوا طاقه مجهود، والمجهود ده بيرجع لهم لصحتهم. ايوه. يعني الليله اخلاص نحن نلقى الناس كلها تشكي، وخاصه الناس تشكي من غضروف، الظهر، الركب، مشاكل كثيره شديده. كلها بعد دخلت حركه في مجتمعنا. يعني الحركه اللي كانوا بيدوها اول ما زي الحركه اللي بيدوها هسه. يعني هسه جيل الزمان ما زي جيل الاسع، زمان الاسع حبوباتنا شديدين وقويين، لكن هسه نسمع ناس جيل الليله ناسونا. ايوه. والله الناس زمان بتحركوا، يعني هسه في العده دي بتبذلي مجهود، بتغسلي وبتقعدي وبتستنقري وبتقومي وبتدنقري وبتكنسي. هسه اي حاجه بقت الكهربائيه، الغساله العده كهربائيه، زمان بتقعدي في التشيل تدنقري الغساله العده، تغسلي الهدوم، بتشيلها التطبيقيه. يعني كان بيمشوا ينزلوا شرشروا ويدفقوا المويه ويدخلوا، هسه دي كلها الحاجات دي وفي تواصل الليله تليفون بيختصر المسافات، اي حاجه بيكون قاعد في كرسي، اي حاجه ممكن تعمل اي حاجه. حتى يعني هسه بيقولوا كان في حاجه الرجل الالي اللي دايرين يعملوه انه يقضي لك اي حاجه انت داخله. الرجل الالي ده ان شاء الله ما يجي السودان، لا ان شاء الله يقضي لك اي حاجه. الناس كلهم النسوان بيقولوا لك ما بنقدر نطلع، عدم الحركه. يعني المره بقت ما انت حركه في البيت كثيره. صحيح. خلاص برضه رايها شو؟ والله صح. يعني انا هسه طبعا قاعدين هناك، احنا مقفولين في الشركه دي، انتم من بدري كمان استخدامات الادوات الكهربائيه، اي حاجه احنا داينا. هسه انا داير البغاله بتصل بيجيبوا لي الحاجه الداينه دي جوا بيتي، بس الا اضرب الجهاز يفتح لي. فعلا الناس يعني لما اتحرك عبر الانترنت، لما اكون عاوز اتحرك ما بقدر. لا يعني بتعب. هسه لما اجي السودان هنا يومين ثلاثه انا بكون تعبانه، الا انا شفت هسه من بيتنا للزبط ما بعيد، انا نايمات ما بقدر امشي الا بركشه. ده كله لانك انت تعودتي انه طلباتك كلها مجابه. ايوه. عبر التليفون انت بتعملي حاجه شهر، حتى دعمت بقيت امشي الزلط برجلي. من السلبيات حاجات حبوبات انتهت، حتى بقيت امشي الزلط، حبوبات لغاه وانتهت، حتى العواثه دي عملوا لهم برنامج صاج وهنا كهربائي عشان يعوزوا فيه. يعني لا حتى الحاجات دي ما باقي العزب طلع جديد ده. ما في اجابته خلاص، احنا مطورنا الصاج وما في حاجه اسمها العوز ولا داعي تعلم حاجه جاهزه. أيوة. يعني شوفي لدرجه شنو، لدرجه انه الحاجه دي بيعملوها الحبابات وكذا، عملها لهم حتى الجيل القايم ده ممكن يعملها بالطريقه. التكنولوجيا غزتنا بصوره باحتياديه. يعني
اثرت ايجابا على حياتنا، لكن على المدى البعيد نحن لو نظرنا لها نظره ثانيه وشفنا مثلا في المستقبل حيحصل لنا شنو، اكيد الحكايه بتكون كارثيه كبيره. يعني اذا مين هسه الناس بتشكي شباب يعني في عمر ناس هنا ممكن الليله يشكو من ده كله لانه ما في شنو، ما في حركه كثيره ليه، لانه وسائل الحياه بقت سهله. يعني قلت لك التطبيق في التليفون في يدها داير عربيه بتلقى العربيه عارف تطلب حاجه، خدمات البيت كلها بس الكهرباء الرصيد اي حاجه لذلك بالتليفون متوفره. يعني انت ذاتي ما تكلفي نفسك تقوم من السرير تعمل حاجه، لكن برضه في سلبيات ثانيه برضه اضافيه اللي هي الابخره المصانع، ما في تقدم برضه في الجانب الصناعي. دي برضه خلقت لنا تلوث، يعني تلوث بالامراض اللي بقت تقول لك فيروسيه ما عارفين المرض ده فيروسي، ما دي كلها من نتائج بالذات الناس اللي بيكونوا ساكنين قريب للمصانع دي. صحيح ايوه إذا أثر وتأثير كبير جدا. صحيح. في جانب ثاني اللي هو جوانب المتعلقة بالأسواق الإلكترونية. من شوية قالت البقالة هي هناك في السعودية عندها البقالة ممكن تطلب طلباتها وهي قاعدة في البيت. برضو إذا توفرت لنا في السودان وفي بعض التطبيقات حتى الناس بقت متوصلة، يعني الناس في أماكن بقت تطلب الحاجة وتجيبها لك لحد عندك. بس يقول لك وصفك البيت وصفك بيجيب لك بالتليفون كمان بتوصل. هو الوجبات الدليفري ده بقى الوجبات أي مطعم أنت بقى بيعمل لك دليفري. صحيح. بيوصل لك الحاجة لحد عندك يعني. ما في حاجة بقت صعبة. يلا خولة نحن نقدر نقول إنه إلى أي مدى نحن استفدنا من التكنولوجيا دي في حياتنا العملية وفي المنزلية من خلال وجودنا في البيت من خلال تواصلنا بمواقع التواصل الاجتماعي؟ والله استفدنا منها غايته، أنا غايته بالذات في مجال عمل استفدت منها. أها. استفدنا منها في مجال العمل ده كثير. الكمبيوتر ده ريحنا راحة كاملة. يعني هسه أنا زمان المعلومة دي بشيلها بيدي بمشي وزارة الصحة. هسه عبر النت وأنا بودي التقرير، يعني سهل لي الامور، سهل لي الامور كثيره. زمان بناخذ زمن، هسه الزمن مختصر. دي الحاجه انا غايته الشايفان احنا استفدنا منها فيها. طيب جميل. وفي البيت في حياتك في حياتي في البيت والله انا شفت رغم ان الحاجات اللي بتعمل في البيت بعمل بيدي برا. هسه مو جابوا الصاج اللي بيقولوا انا بعوز بي صاج بيدي. يعني بعمل حاجة. ما حيجي زمن تجيب صاج الكهرباء؟ لا بدي عندي زمن انا بعمل سريع تدريجيا. تدريج ما هو برضه انا شفت اسهل لما يلقى حاجه سهله وحاجه صعبه. جاب ده عندي وعندي صاج الكهرباء عندي وعندي صاج الكهرباء عندي وعندي سب خد بالبوتجاز بشغل القريبه دي بعوز بعوز كسرتي انت الليله بالبوتجاز. وزمان امهاتنا وحبوباتنا كانوا بالفحم وبالحطب وبيمشوا براهم بيجيبوا الحطب، وده برضه نوع من انواع الحركه والرياضه. هي قايته فيها محاسن وفيها مضار يعني. وفيها مضار. ايوه. منى من وجهه نظرك انت يعني بتأيدي وجود التكنولوجيا بالكثافه اللي احنا بنعيشها الليله دي، ولا المفروض يكون في يعني والله المفروض يكون في توازن يعني. لانه هي فعلا توفير للوقت والسرعه في الاداء وفي اي شيء، لكن برضه بتخلي الحياه السلبيه بتجي تراجعها تلقاها راجعه لك على حساب نفسك انت. يعني انت بتستخدمي حاجه ممكن تضرك في حاجه. نعم. اها انت بتقدر تسيطر عليهم في جوانب في ما يتعلق التلفزيون ومواقع التواصل والتطبيقات؟ والله طبعا اكيد يعني الزول ما بدي الواحد المجال كله مثلا الوقت كله مثلا يندمج في حاجه زي دي، يخليه شويه مع ناس البيت يتكلم شويه، يشيل منهم الجوالات، يدوم وقت للتلفزيون، يدوم وقت انه يكونوا مع ناس البيت يتكلموا وكناية عشان ما يكون في شنو انطوائيه اندماج للحياة دي اكتر يعني. طيب جميل. برضو دي رسالة حلوة منك اخلاص برضو، وانت متغربة طبعا يعني بعيدة من الاهل، ما حنقدر نقول لك مواقع التواصل طبعا سلبياتها لانه قبل اكدت انها هي ايجابيات، لكن بالنسبة للتكنولوجيا في حياتنا بشكل عام. والله بالنسبة للتكنولوجيا وجهة نظري يعني بالذات في السودان يعني الناس المفروض يتواصلوا بالرجول يعني ما يقنبوا. انت قلتي جيت تليفونات انا لانه طبعا عشان القفله انا سكنه كنت يعني قاعده على طول هنا والله ما اتواصل بالتليفون اواصل برجل دي بجانب وسائل التواصل دي ما خلاص انت قلتي ايجابيه هي بالنسبه لك انت، لكن الثاني الحاجات المستخدمه في الحياه عامه من شويه يعني بتخوف دي فتتك قالت صاج كهرباء يعني انا حاجات هناك والله كلها يعني كهربائيه كلها كهربائيه. انت بتأيدي التكنولوجيا ودخول التكنولوجيا للبيت؟ بايد لا استنى ده انا هسه انا عايزه تتعامل اشتغل بعد اربع شهور بجي استلم نهائي انا بطريقه حاجاتي كلها طيب حاجه كهربائيه حاجه بالكهرباء
قلت بس حاجه العزه لكم التحيه حقيقه تحيه للمراه السودانيه وحقيقه هو مجهود كبير جدا اكيد كانت بتبذله في السابق والان اصبحت في سهوله كثيره في 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 وسائل الحياه عامه سواء كان في العمل او في المنزل. تحيه كبيره لكم استاذه خولة، شكرا لك على الضيافه واستقبالكم الجميل لنا في شنبات الشماليه. شكرا لكم كثير منى واخلاص. شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا عبر حلقه اليوم من ست البيت نبض البيت. حد ما نلاقيكم في حلقه قادمه في امان الله. شكرا لكم انتم كمان. شكرا لك يا استاذه ندى ويديكم المخرجين يعطيكم العافيه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين. نعكس بحب وقلوس.